هلا هلا بالزين، هلا بعمي ابو علي، هلا والله، هلا هلا هلا. شيل عن عمك ابو علي، شيل عن عمك ابو علي. اجل يا مرتضى، شيل عني عشان ترتاح شوي. لا 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 ما ابي ارتاح، ما شاء الله. خايف نسوي شيء في الصاحب، ما ادري. ها حياك حياك يا عمي ابو علي، استريح عمي ابو علي. تعال تعال يا ابو كيان، تعال. حياك ابو كيان، حياك حياك حياك. استريح منه، استريح. تسلم الله يدينك والله يا عمي ابو علي، تسلم يدينك والله. هذا اهم شيء يا جماعه الخير. فاطه بسم الله. هذا العيش الحساوي يا جماعه الخير، الرز الحساوي هذا هو. واذا طبخ ابو علي شيخ الطباخين، ما بعده طباخ حبيبي. سلطه العصيده ذي، وهذا العصيده يبقى حط لي في صحن. انا مسوي دايت. مسوي دايت، تاكل عصيده فيه سكر ما تاكل رز، صح؟ اي دايت ذي. يلا راح راح عليك بالعافيه. راح راح تاكل الرز الحساوي مع سلطة ومع ليمون. تسلم والله يدينك يا ابو علي، تسلم يدينك. حياك الله. سويت بس تكفي ذي ولا باقي؟ ومسوي دايت. مسوي دايت اشوف بعد. سوي ما يضر، لانه يقول لك اذا ما ضرك منفعك. زين يا وتر، اذا ما ضرك منفعك. عليك بالعافيه، عليك بالعافيه، عليك بالعافيه. والله كل واحد يسوي دايت زيك يا ابو دويش، ما في احد في الحياه سوى. اي والله. وين ابو احمد؟ والله يا مرتضى، ايه عشان خاطر خاطر هالغالين، عشان هالعم بعالي لا طبخ يا دي بركة. ايه ايش تبي يعني؟ انا ما اكل من جوع، بس اكل ابغى اخذ البركة. ايه لان تارس ام زيد. تارس ازرع الشاك. خلا خلا ابو علي، خلا خلا